او ماي جاد، قولي التنين وما تنين وشي جديد حبيبي والله لوز اللوز معلم. هلو حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام على الناس. لا تاخذونا يا شباب، تاخرنا عليكم من مقطعنا اليوم، اوكي؟ لا تاخذونا، الله يسعدكم. طمنونا عليكم، ان شاء الله كل شيء تمام ولوز اللوز يا احلى ناس. مثل ما انتم شايفين نزل عنا هون سكين جديد اسطوري، التنين وما تنين. شيء مميز بهذا السكين شباب انه عجبني كثير شباب الحذاء تبعه. ركزوا معي شباب، اغلب الاحذيه يا شباب فيهم هيك تحسهم كبار، ولكن هذا جاي شباب شيء انتيكا باللوز. بالنسبه للتشكيت معلم، تنين وما تنين يعني حسسك بافلام السبعينات والثمانينات معلم، شيء تمام التمام. اوكي شباب، الان خلينا نركز حبيبنا، قبل ما نبلش باللف ونشوف الاوضاع ونشوف حظنا حبيبنا. لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس، لا تنسونا شوي بهيك باللايكات هيك يا حبيبي والله باللوز اللوز، وخلينا نشوف الحظ نشوف كيف الوضع معلم. خلينا نشيل هاي ونشيل هاي معلم. طبعا هون شو موجود عندنا هون؟ عندنا اوه هذا النقار معلم، شو بيكون فيه؟ هذا فيه دمج والمدى، ولكن دقه بيض او دقه ولا ايه المدى؟ ايه المدى. شو في هذول عندنا هون؟ اشياء نفس الشيء، صناديق ما صناديق، قول لي ما عندي ولا واحد من هذول حبيبي والله. عندنا هذا كمان، قول لي. اوكي حابين خلينا نعمل هيك، نشيل هذا ونشيل هذا ونشوف حظنا شباب. شباب الفترة الأخيرة مثل ما أنتم شايفين يعني كان الحظ يعني ما كانش بو شيء، يعني كان حبيبي والله باللوز. هات نشوف، نجرب السكين هذا معلم. بيضة 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 معلم، يلا نروح. هات نشوف، أيوة يا زلمة إيش هذا؟ إيش هذا؟ يلا يعني شو طلعنا السكين ولا لا حجي؟ أيوة والله شباب يعني شفت كانت راح يجي آخر لفة. روح دراجون ماستر شباب، سيد التنانين معلم، سيد التنانين. يعني اليوم ما نفتح هي، نجرب حظنا. قول لي ما طلع لنا، فكرت طلعنا شيء هيك شيء سكين دايم ولا هيك ولا هيك. ايش هذا يا زلمه؟ ايش هذا يا زلمه؟ ليش هيك؟ اطلع هذا نشوف هون، روح. ايوه والله حسيت معلم، حسيت انه ما كان راح يطلع لنا هذا الزفت. اوكي خلينا نطلع من هون، شوف ناخذ هذول على اليمين ما ننساهم. والصراحه هذول معلم ما يعني كثر ما في احداث شباب تنزل، مثلا في يعني اشياء مرتبه بطاقات، يعني جمعنا كثير بطاقات شباب من ورا حبيبي والله. حلو لو 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 هيك جبنا السكين يا ستير. اوكي خلينا ندخل معلم، سوينا شوي نعمل هيك، افرجيكم شباب كم جمعت بطاقات يعني من ورا هيك ورا هيك، شوي هيك شوي من هون شوي من هون. 73 حبيبي والله. اوكي باقي شوي 10 ايام ينزل حاضنه جديده هون معلم، عندنا هي هون باقي لنا 3 ايام. عجب هل رح تنزل الكريمنال شباب بعد هالحاضنه؟ لو يعني تقريبا نزل كل الحاضنات معلم، رجعوا نزلوا باقي حاضنات الكريمنال فقط معلم، نشوف ان شاء الله خير. اوكي خلينا نروح نشوف شو هذا ابو السكين شباب. حبيبي والله وين هاي؟ وين هاي؟ اي الباندل اي التمانو، تعال هون تعال هون يا جميل، خلينا نشوف السكين معلم شكله. يا سلام عليك، اشي طقم ما طقم. طبعا شباب قارين يعني ما بتنزل كثير سكنات تقومي ما تقومي، هلا صار بتنزل يعني الصراحه يعني شيء مرتب. هون عم بيطلع الوان ذهبي ما ذهبي والتنانين من اول ليس هذا السكين يختفي منه الجسم من ورا. اي والله شاف فيه الميزه بيختفي الحقيبه، شيء مرتب معلم. ولكن شعارات شباب شعارات يعني حاسه نفس الشعارات هذول يعني ما اختلف شيء فيه، يعني قريبات على بعض هذه الشعارات. سو نحن معلم يعني مثل كل مره معلم لازم نحط خلونا نجرب هذا الراس كيف طالع معلم. يا اخي هيبه طقم ساكورا مطقم معلم، شيء باللوز حبيبي والله. هذا شوف هذا ايه، لا 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 شباب هذا لازم ندخل شباب نشوف وضع هذا السكين كيف وضعه على اللعب، كيف شكله باللعب. خلينا ندخل على تدريب، ليتس جو معلم. اوكي هذا ندخل نشوف الوضع معلم. يا سلام والله شباب مثل ما توقعت حبايبنا الحذاء تبعه الشيء المميز منه يعني مثل ما انتم شايفين يعني صغير، بس ولكن ليش طلع كان شكله كله اسود؟ سوي شوي يا اخي تقول طلع حاطط جرابات يا زلمه، شو اقسم بالله شباب تعال افرجيكم. ركزوا معي هون كيف حبايبنا والله يعني تحسه حاطط جرابات، بس هون شو عم بيعملوا هذول؟ وين في بنات هون عجبهم الطقم يا عجب؟ وين حبيبي والله هلو سوي شوي سوي في تشات هون سوي كلهم شو هذا؟ ها؟ والله ما لحق شو عم بيقولوا هذول بين بعضهم؟ بنت؟ شو عم بيقولوا هذول يا زلمه؟ سوي شوي معلم وين يتكلموا هذول بالتشات؟ شو؟ هوني؟
يا اخي كيف يتكلمون هذول يا زلمه؟ كيف واحد يتكلم شيء؟ والله نسيت كيف يتكلم. اكيد يا اخي بتروح بسرعه الكلمه يا معلم. هلو وين واحد يتكلم حجي؟ شكرا عفوا مرحبا. صار معي نقول لهم مرحبا هذول. صار بلا شباب عفوا عم يسمعوني ولا شنو؟ والله حبيبي والله ايش هذا؟ هون شوي نعمل هيك بس هون شوي نعمل له المرحلة رقصة ال هيك نسلم على راسهم حبيبي والله. ما عم يرد يا زلمة. شباب اكتبوا بالتعليقات كيف نكتب نطلع عم بيكتبوا بالتشات. شباب عم بيتشتتوا هذول يا معلم. سوي معلم نكتب لهم بعرف هون قول لهم هلو. ها وين نقدر نكتب يا زلمة؟ كيف واحد يقدر يكتب اقسم بالله؟ والله معلم ما فهمت اي شيء معلم حبيبي. خلينا نطلع معلم خلينا نطلع من هون شباب قبل ما ندخل بألف حيط حبيبي. تعال ناخذ البربر شباب. البربر جديد شباب هيك الاصفر واللي تذكرت الاصفر والايش ذهبي معلم شيء باللوز اللوز اللوز. خلينا ندخل لجوا هون نشوف الوضع نشوف كيف شكله باللعب. حتى الحقيبه معلم ما تبين شيء حلو يا معلم. سلم عليهم قول لهم كيف كيف الحاج دي شو عم يعملوا يلا اوكي والله هم ناس سالمين. لا 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 قول لهم سالمين هذول ابو شو يا زلمه ابعد انت معلم. والله معلم يا اخي ليه شايف ليه شايف كل الناس جوهم حلو معلم ايش مرتب عرفتني انا ما ادري حيقتلنا هذا معلم ابو شو يلا علوبي قتل صاحبي يا زلمه صاحبي قطعتين معه معلم والله كان انسان محترم. والله كم درجه نقدر ناخذ هون شباب؟ والله قاعد عم بكتشف ال منطقه التدريب حبيبي. تعال اجي لهون اوكي شو قول لي والله استخدم سكايلر حلو كمان عندي 11 هذول مو شايفين ولا شلون؟ تسوي هاي شو وين؟ معلم حبيبي والله حبيبي والله اوكي الصراحة طالع شي فخم شي مرتب الصراحة حبيبي. حلو تعال نروح نبربرهم شوي شباب قول لهم يومكم سعيد. هذا صاحبي كان هذا ايدي باين هذا والله صاحبي طلع معلم. تعا 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 معلم تعا وين راح؟ وين راح؟ واحد ثاني قتلني يا الله طول بالك هداك هداك يا زلمه لقلك يا زلمه علوبي انت اوكي شباب حبايبنا لايك طولنا عليكم كثير يا ساتير. ترى شباب تعرفوا يعني كل يوم سبت شباب ما بكون بلعب ما بلعب شيء لايك نسيت حالي ونسيت كل شيء. اوكي حبايبنا الكرام ليت زنجلتم مش عاجبكم مقطعنا اليوم يمكن خفيف يعني هيك عبنا يعني حبيبي والله اوكي بنشوفكم ان شاء الله المسويات شباب على البث المباشر على الفيسبوك تمام. بتمنى لكم يوم سعيد. سلام عليكم.